رحمة رياض عسلامة، مرحبا. أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟ باهي. لاباس 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 حتى باهي تمشي راي تمشي ايه. أمورها تمام. تصعد للقمر، هذا جديد، رحمة رياض. ايوه. وقبل هذا تصعد لمسرح مهرجان قرطاج الدولي غدوة باشر، يعني باشر 6 أوت، لأول مرة على مسرح قرطاج. أيوة، ولأول مرة بتونس. أيوة. تعتبرها أنت شنو تعتبرها هذه؟ كتبت عليها قلت هذا حلم الصعود. هو حلم، وهو تحس أنه يعني باشر راح أحس حقيقة، يعني لحد الآن أني بعدنا بالتعب، بعدني ما شفت تونس، جيت متأخر، حابة نلتقي بهالجمهور، سمعت عنه كثير، بعدين أنا عندي أصحاب تونسيين، فعارفة هذا الحب للفن، وعارفة العلاقة بينهم بين العراقيين طيبة. شنو خلوك على مسرح قرطاج؟ يعني حتى خوف. يخوف. أيوة، مرعوبة. لبس. شنو حضرت له مهرجان قرطاج؟ حضرت الأغاني اللي يحبوها هم مني أكيد. أغاني أنا، وحضرت أغاني عراقية، حضرت شي تونسي، إن شاء الله أقدر أغني بطريقة حلوة وأقدم شي حلو للجمهور. أغاني تونسي. أنت قلت في آخر حوار معنا أنك مش تغني أغنية على الجبين عصابة. أيوة. شكون نصحك بها ساعة قبل كل شيء؟ شكون قالك أنه الغناية هذه يحبوها الشعب التونسي؟ غير أنه هم بالشركة عندي Music is my life أكيد، وأصحابي التوانسة، عندي أسماء محلاوي ساعدتني كثير، وأيمن العطر. هذه غناية فيها برشا ربوخ، نحن نقوله في تونس. يعني شنو ربوخ؟ ربوخ يعني فيها جو. أي رقص. أي رقص، وفيها أيضا زادة كيف حكاية وقصة، عندك فكرة عليها؟ لا أرد أعرفها. على جبين عصابة فيها قصة وحكاية. خلص راح أقراها. غير هذا شنو البرنامج؟ أغنية تونسية، أغانيك. أيوة. أصعد القمر هي جديد خصيصا كانت لمهرجان قرطاج، ولا يعني أنا التوقيت اللي هبطت فيه؟ هو التوقيت أكيد كان مقصود يكون قبل مهرجان قرطاج. ما الحمد لله الأغنية ماشية والجمهور حابها يعني، وقلت لك أنا صعدت للقمر بأحلامي، وبالواقع رح أصعد على قرطاج بكرة. فما شكون استكثر على رحمة رياض مهرجان قرطاج الدولي؟ أنا أحس طبيعي، لأنه جديد على المهرجانات العالمية والمهمة مثل قرطاج يستضيفوا الفنانين الشباب، فهذه شغلة جديدة على الجمهور، متعودين يشوفوا فئة معينة من الفنانين هم محتكرين وحصرين في هذه المهرجانات، فاليوم قرطاج سمحت وعطت فرصة للشباب أنه ينطلقوا، شباب عربية وإن شاء الله شباب تونسيين كمان، فأنا أشوف هذه خطوة جدا جدا رائعة ومهمة، وأشكرهم، أشكر إدارة المهرجان. من احتكر المهرجانات الكبيرة؟ أسامي كبيرة احتكرت المهرجانات الكبيرة؟ لا أنا مش أقصد أقصد خلص، هي صارت يعني، هي في مجموعة فنانين هم يكونوا متواجدين بالمهرجانات، كانت فرص الشباب جدا جدا قليلة، وعلى مود هيك تشوف لما كانوا يطلعوا المشتركين من البرامج تايه، مو عارفه شي يسوي. اوكي سوى اغنيه، وحتى لو سوى اغنيه وناجحه صعب ينحط في مهرجان، بس على قولتكم تو الامور اختلفت، الحمد لله احنا الشباب صار لنا مكان، صار لنا مساحه نقدم بيها احلامنا وطموحاتنا. تعتبر نفسك من الاسماء اللي تمثل مستقبل الفن العراقي؟ طبعا. ومن معك؟ الكثير، كثير قاعد يحاول، والكثير قاعد يشتغل على هذا الموضوع. أنا قبل شوي قاعد أقول إنه حبينا تونس من فنانيها، توني كنت أقول لأستاذ شاكر، الأستاذ رياض، وإلك كنا نقول إنه حبينا تونس من فنانيها، وإحنا الفنانين العراقيين، أنا بالنسبة إلي دائما الرسالة إنه يتعرفوا على شبابنا العراقيين، يشوفوا أحلامهم طموحاتهم، مش قد إحنا قاعد نتعب حتى نوصل. متعرفين على الفن العراقي، معناها متعودين بالفن العراقي، مثل مش بعد كبير معناها بين الشعبين في المسألة هذه. علاش قلت لك انه هل تمثل انت تعتبر نفسك مستقبل الفن العراقي؟ لانه في رصيد.
في رصيد، في رصيد كاظم الساهر، في رصيد أسماء كانت سابقة ولا تزال موجودة. طبعا هذا يصعب المسؤولية. لا أكيد طبعا، لا لا، هذولا الفنان الكبير كاظم الساهر وفي يعني أسامي كبيرة، هذولا صنعوا تاريخ، إحنا لسه قاعد نصنع تاريخ، إحنا لسه في البدايات، أنا لسه في البدايات، أنا هذا يمكن 10 عمل إلي كسينجل بس، إنه يعني ألبوم بعدني ما عندي ألبوم، قاعدة إن شاء الله على أكتوبر أو نوفمبر، نوفمبر حينزل ألبومي. سو إحنا قاعد نبني، قاعد نحاول، ولما تبني وتحاول وفي مهرجانات وحفلات يعطوك فرصة أن تقدم اللي قاعد تسويه أنت، فيعني الحمد لله هذا الشيء. أنت قلت نحن قاعدين نبني ونصنع في أنفسنا، لكن أنت محظوظة رحمة رياض. ليه؟ لأنه بالنسبة لك أنت عندك بس اسم. بس أنا تعبت واشتغلت بعد أوكي. لا نعرف تعبت واشتغلت، مش هذا السؤال. أنت محظوظة لأنه في رصيد موجود سابق. أيوة. بالنسبة ليك يعني رياض أحمد. أيوة. اسم طبعا وهو اللي ربما يعطيك الأفضلية والأسبقية، وإلا لا؟ شوف يعني إذا كان أبوك بالوسط الفني أو فنان مهم وكبير، ترى تصير المسألة أصعب بكثير. كيفش؟ لأن رح تطيح بمقارنة صعبة جدا، خصوصا إذا أبوك باني قاعدة جماهيرية وفنان مهم ببلد، ما رح تقدر أنت يعني رح تنحط على طول بمقارنة، ومستحيل يصير مثل أبوه، مستحيل يصير مثل أبوها، ولا زالوا العالم يقولوا هذا الكلام. تحطيت فيه هذا طبعا، عاملوا مقارنة، يحبوني ويحترموني أنه أنا بنته، بس فنيا لازلت أنحط في مقارنات مع الوالد. وانت شو تحب تخرج من جلباب الوالد؟ أكيد. كيفاش عخدمت على هذا باش تخرج من جلباب الوالد؟ لأنه شوف أنا أكيد يعني إلي خط معين، إلي أنا صوتي مختلف أكيد، صوت متفقين يعني فيه بالضبط. لوني مختلف والحمد لله، يعني بدليل يعني الجمهور أنه يعرف وصار واضح عليه أنه في اختلاف بيني وبين الوالد، وصار يحب اللون اللي أنا أقدمه. أنت قلت أصعب أنه يكون الاسم الكبير السابق اسم الوالد، وأسهل زاد كيف كيف لأنه الناس باش تعرفك بهذا. صحيح. الاسم هو سلاح ذو حدين. وهو ساعدك في هذا؟ طبعا ساعدني كثير. كيفاش؟ ساعدني كثير في اختيارات الأغاني. ساعدك في أنه حطك على السكة، نحن نقوله بالتونسي، وراك الطرق اللي تنجم تمشي فيها. لا أنا أقول لك شغلة، أنا أبويا يعني توفى الله يرحمه عمري 10 سنين، فما واكبت هذه الأشياء حتى ما أكون كذابة، لأن كنت صغيرة حتى كانت بعد مو محدد الأحلام شنو أريد أصير، ما أعرف شنو أريد أصير. يحكوا لي أنه هسه أنه يقولوا لي أنت هواية تشبهي بطريقة تقديمك للأغنية، اختيارك للأغنية. أنا ما أنزل هواي أعمال، أنا أحب ينزل لي عمل يعلم مع العالم، يحبوا يبقى فترة يسمعوا ما يملوا منه. أنا هدفي دائما أشتغل على أغنية تعلم مع العالم، مش تعلم مع العالم شهر شهرين وباي باي. وصلت لي هذا، وصلت لي أغنية علمت مع العالم طبعا، اللي هي شنو أغنية الحظ اللي تعتبرها هذيك تمثل لك ولا أغنية الانطلاقة؟ كلهم وعد مني وعد بعد ما ثق أبد، ولا أنطي مجال كل شي ولا حد، وعد مني وعد بعد ما ثق أبد، ولا أنطي مجال كل شي ولا حد، أريد الله يسامحني. تحية، برافو، أتيك الصحة. هاي الأغنية من 2018. كنت باش نجبد لك على أغنية رحموني زادة كيف كيف، لأنه كانت أغنية هدية للوالد الله يرحمه، الأغنية اللي حضرتها للشعب العراقي وللوالد. هل مشكلة اللهجة بالنسبة لك أنت تعتبرها عائق لانتشار الفنان العربي أو لانتشار الفنان العراقي؟ لا بطل في عائق والله. كيفاش؟
احنا بعالم السوشيال ميديا، يعني انت هسه تفوت على الانستغرام لازم يكون عندك احد انت عامل له فولو عراقي او لبناني. انا عندي برشا اصدقاء عراقيين، شفت؟ وحتى الشباب اللي قاعدين ويانا واني وهواي عالم، وصار في هواية بلاتفورمز تتعرف فيها على عالم من كل الدول. سو اعتقد الموضوع صار لا مو صعب، انه حتى اني ليش افتهم تونسي؟ شلون افتهم التونسي؟ لا مش خويا برشا في التونسي الحق متاع ربي، منها تفهم ما مش لهالدرجة. هذا يخليك تقعد بس زين افتهم. لا لا بس اعطيك الصحة، هذا يخليك مصر على الغناء باللهجة العراقية؟ فما هدف وراه يعني انه تنشر اكثر اللهجة العراقية، ولا لا ما في هدف؟ لا مش هو هذا الهدف، الهدف انه انا اقدم فن حلو، اغني اغنية عربية. حتى لما قالوا لي، لما اقول انه انا، لان ماكو حد حلمه ما يوصل للعالميه، اوكي اوصل للعالميه بس اوصل بلهجتي العربيه، ليش لازم اغني الانجليزي حتى اوصل للعالميه؟ يعني لهجات اخرى مطروحه عندك باش تغنيها؟ ايوه مثلا اخذت عندي اغاني مصريه، نزلت عملين قبل لبنانيات، عندي احتمال عمل ان شاء الله مغربي، فعندي هواية بدي أجرب. تونس قندرة ما مش غنية إن شاء الله، يا ريت، أتمنى والله. وفي عندكم فنانين شباب رائعين يعني. ثم حديث، ثم مشاورة إنه تنتج معهم غنية تونسية؟ أكون صريحة وياك، أنا هذاك نحب. أوكي، أنا هسه كلش مركزة على نفسي حاليا. هو نحكي على اختيارات الأغاني يعني. هو باختيارات الأغاني مركزة على نفسي، ثم المغربي ثم المصري واللبناني والتونسي. يعني التونسي بالضبط، بس أنا التونسي حابة ندخل، إذا حابة أدخل على تونس بأغنية، حابة نكون عم نعمل دويتو مع أحد بدون ما حد كل اسم. شكون في لا 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 شكون الاسم اللي يروق لك إنك تغني معه دويتو؟ يعني ما أعرف، ما رح أقول بس إنه لا ولا ما تقول، ميسيرش قل لي شكون اللي يروق لك تسمع فنه وتقول نجم نعمل معه ديوتو؟ حد ما يتغشش رو، بالعكس. لا هو مو على مود حد يتغشش، يعني أنا كل شيء بحياتي أدرسه مضبوط، يعني ما أقول لك أنا مش ما أمنيتي أسوي دويتو مع صعب الرباعي، بس يمكن أحب أسوي دويتو مع شاب جديد مثلاً. كيف مشكون؟ أكيد سامع أغاني. أكيد عندكم، في عندكم فنان تونسي أنا أحبه، بس بصراحة ما يحضرني الاسم حاليا. أعطيني شنو يغنى مثلا؟ شي راب؟ يس بلتي؟ بلت. شنو الأغنية اللي جاي على بالك؟ مثلا من عش الأغنية الأخيرة؟ ولا شنو بالضبط؟ ما أعرف. تحب وتحب تعمل معها ديوتو؟ هذه مثلا؟ أيوة قصتنا بلشت لما كنا صغار، كانت ديوتو مع فنان. تخمم تفكر في ديوتو مع بلتي؟ واي نوت، يعني قلت لك انا قلت لك الاسم، يعني ما اعرف، يعني هي اهم شيء الفكره. هو فنان عالمي، هو فنان تونسي واصل الى العالميه بارقام كبيره اليوم. وغدوه باش يكون في البرنامج، قلت لي اغاني تونسيه، غدوه باش حضرت لنا اغانيك في مهرجان قرطاج الدولي. أيوة. ومعك سيف نبيل، هل ثم أغنية مشتركة ولا لا كل شخص بشي، كل فنان بشي غني وحده؟ لا ما حيكون أعتقد في أغنية دويتو بيني وبينه، لأنه ما اتفقنا عليها. كل واحد أعتقد حيكون منفرد في وصلة الغنائية، منفرد بأغاني كنتي، بأغاني الأخيرة أصعد للقمر للقمر. أيوة. وفي الأغنية التونسية اللي هي بتغنيها على الجبين عصاب. أيوة هاي. أيوة. اللي اشتراني يا غدون، حبوا نسمع منها مقطع شوي على الجبين عصابة بلهجة عراقية إن شاء الله. بس أنت لو تعرف العناء اللي أنا عانيته اللي حتى تحفظها، يا الله سهلة. هي سهلة بقولتكم، بس تعرف شو اللي صعب؟ نعملوك شوية هكا. على الجبين عصابة كل حد غناها بكلام مختلف. على الجبين عصابة يا خالقي يا مولاي، عالجبين عصابة، إلهي لا يا شوش، عالجبين عصابة. أمينة فخت، صح؟ صح.
هيلا هيلا يا شوشة، أغنية رائعة. تحية لك رحمة رياض، شكرا لك. هاتك ساعة غدوة باش تلقاوها في مهرجان قرطاج الدولي 6 أيلول. شكرا لك على حضورك معنا في كورنيش. ثانكيو. خلص كهو. عجبك الحوار؟ حتطول أكثر هكا؟ أي والله مسيرش هاو مزيد الفرص. مرحبا، شكرا لك.